السلام عليكم، والله يسعد مساكم ويبارك فيكم، وفقنا الله وياكم ونحب ويرضى. أما بعد، أحببنا يعني نفيد بموافقة رب العالمين، نسأل الله أن ينفع بما نقول، وحنا يعني نرد نعيد ونقول ما نزكي حالنا بالشي هذا. يعني في ناس، أحد المتابعين يعني يعلق تعليق يقول يعني الأمور هذه كلها نعرفها حنا، أنت تعرفها غيرك بالخاص والعام، شوف عينك يعني شوف العام والخاص. يشهد علي الله الذي لا إله إلا هو إني ماني ملحق حتى أرد على الناس، زين أرد عليه وقتها أرد عليه، في ناس ما أرد عليهم مو يعني ما أقدر، يعني فيه ضغوطات ما نقدر يعني كل هالناس هذه، يعني الله يا رب يزيدهم ويوفقنا لما هو صالح لنا ولهم. يعني الحركات هذه يسويها أنا والله فضل منه، يعني أنا بعد هالفيديو هذا بكم يوم تقريبا والله ناسي طرح أخوي الشاعر خلف الأسلمي أبو طلال طرح له كروان وعزل لي، وسبحان الله وبحمده أول ما هديت عليه أول ما هديت جاه التبع، هذا الجير تبع وعلقه يوم نزل يصيح يا سبحان الله الذي لا إله إلا هو، والله أني وأنا عزله أنه يضغط وبعزله بسرعة وما نيم تصوير يعني لأنه ما بيذبحه، فيه بعض رجال يبيهد على كروان وعزلته بسرعة، وتمنيت اني مصوره يعني مصور لكم والله اني تمنيت الشيء هذا سبحان الله الحمد لله، بس ما جت على كيف ما بيذبح كروان، لا في رجال بيهد وراي على كروان، عسى الله يا رب يوفقنا وياكم في مسلم. وحنا يوم نروح ونرد ونقول نبي الشيء اللي فيه فائده للجميع، يعني نسال الله ان يعطينا عقد نيتنا، ما هو يعني نسوي حالنا ان احنا يعني اللي نعرف كل شيء، احنا نعلم بما علمنا رب العالمين، الامر اللي تعلمناه يعني شفنا فيه فائده. يوم نعلم الناس يعني الجاهل، احنا ما نروح ونرد للناس اللي تفهم، الناس اللي تفهم في بعضها يعني خانس يسكت على العلم عشان ما يبي احد يصير احسن منه، شفنا واجد من الناس هذه، والنوع هذا واجد يعني شفناهم ما يعلم الناس عشان شنو ما يصيرون احسن منه. حنا نعلم ما علمنا رب العالمين لان شفنا فوائد يعني ما علمنا رب العالمين، نسال الله ان يزيدنا وياكم من فضله ونحمد الله ونشكر على ذلك، هذا فضل الله يا رب لك الحمد والشكر، ما نزكي نفسنا بهذا الشيء ولا نحط نفسنا ان احنا يعني اللي بس نفيد الناس، لا والله فيها الناس واجد تفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.